السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. نكمل باقي التمارين المهمة. اليوم عندي آخر صفحة، صفحة 73. أخذت المحاضرة اللي قبلها يعني كم تمرين، يعني وزاريات وأشرتن، واليوم إن شاء الله راح ناخذ هذه آخر صفحة. أي طبعا وبي وسي. I complete the confirmation use the same words more than once. يقول اكمل المحادثة واستخدم الكلمات لأكثر من مرة. هنا عندي بالماضي البسيط إضافة إيدي بالquestion، نخلي did و was. شو وقت استخدم did وشو وقت استخدم was؟ احنا خذنا اللي قبلها، المحاضرة اللي قبلها بالنيجاتيف، نخلي شو وقت اخلي didn't وشو وقت اخلي wasn't و weren't. قلت إذا didn't إذا موجود فعل رئيسي، وإذا wasn't و weren't إذا يوجد يعني was، ويعني نحوله الى النيجاتيف يصير wasn't weren't. هنا هم نفس الشيء، نخلي did شو وقت اخلي did وشو وقت اخلي was. اخلي did اذا موجود فعل، مثلا عندي هذا الفعل watch، اخلي did راسا، راسا اخلي did، واذا موجوده صفه يعني ماكو فعل اخلي was. اكو فرق بين الديد وبين الواز. شو وقت استخدم الديد اذا موجود فعل، وش وقت استخدم الواز اذا موجوده صفه يعني ما بيها فعل. مثلا هاي خليت watch، هنا موجود فعل خليت did. اقول did you watch TV last night، خليت did قلت لانه موجود فعل. يقول هل شاهدت التلفاز الليله الماضيه؟ الجواب yes I did. طبعا نجاوب yes I did ما دام عندي بالسؤال did، اخلي did yes I did. what خليت did، ليش هنا هم نفس الشيء هم watch. what did you watch، what did you watch يعني يقول what did you watch، من الذي شاهدته، من الذي شاهدته، خليت did مثل ما قلت اذا فعل خليت did. زين documentary يعني هذا فيلم وثائقي، هنا خليت was. ليش؟ لان ما عندي فعل، عندي صفه interesting صفه، ما عندي فعل خليت was. قلت was it interesting yes it was. جواب إذا did نقول yes I did، وإذا was خليت yes it was. زين هنا what was it about هم خليت was لأن ما عندي فعل، هنا عندي خليت was. animals in أفريقيا يقول نعم كذلك، على شنو أحداثه؟ هنا نعم كذلك على شنو أحداثه؟ هذا الفيلم الوثائقي يقول هو ممتع، على شنو أحداثه؟ على الحيوانات في أفريقيا. هذا أي عرفتوا هسه did والواز، did إذا موجود فعل والواز إذا موجودة صفة يعني ما بيها فعل. هسه ال be but the verbs in the past simple or past continuous. هنا يقول ضع الأفعال في بواسطة الماضي البسيط والماضي المستمر. الماضي البسيط قلنا إضافة إيدي، والماضي المستمر إضافة فعل مساعد الواز وير وفعل زائد ing. الآي والهي والشي والإت يأخذ واز زائد فعل ing، والذي والوي يأخذ وير زائد فعل زائد ing. هم شو وقت استخدم الماضي البسيط وشو وقت استخدم الماضي المستمر؟ احنا قلنا الماضي البسيط يعني حدث، يعني احداث الماضي المستمر الحدث مالته اطول من الماضي البسيط، يعني احداث الماضي المستمر اطول من الماضي البسيط. علي هنا سات اخلي سيت، هنا اخلي سات، هنا سيت اخلي سات. ليش؟ لان بالماضي البسيط نقول علي sat in coffee، علي جلس في مقهى. he was read صارت reading، لان عندي هنا was بالماضي المستمر خليت reading a book. he was reading a book وهو كان يقرا كتاب. he wait نخليلها was waiting for his friend جاسم. يقول كان ينتظر، هو كان ينتظر صديقه جاسم، خليت wait was waiting بالماضي المستمر. he heard خليت heard a taxi stop، هو سمع التاكسي توقف. and he looked بالماضي البسيط ونظر looked up ونظر
هي سو سي، خليتها سو بالماضي البسيط. هيز فريند جاسم، ونظر الى صديقه جاسم. هي جيت صارت جوت اوت اوف ذا تاكسي فيري سلولي. وجاسم قلنا نظر الى صديقه جاسم، ونظر الى صديقه جاسم وهو خرج الى التاكسي ببطء. Very slowly، هو خرج من التاكسي ببطء. What's the matter، ما هي المشكلة؟ علي think thought، هنا عندي هو فكر. Then he say so، فكر وهو رأى جاسم. Have صارت had بالماضي البسيط، a broken leg، وجاسم رجله انكسرت. هسه عندي سي، السي هنا خاصة بالضمير البرونان، بالضمائر، ضمائر الفاعل وضمائر المفعول به. برونانس ضمائر الفاعل وضمائر المفعول به عن الضمير. Choose the correct pronouns to complete the sentences، اختر الضمير المناسب حتى تكمل الجملة لكمال الجمل. One، جاسم broke his leg and couldn't walk، نخلي هي لو هم. يقول جاسم كسر ساقه وهو لا يستطيع المشي، نخليه. ليش؟ لان عندي الفعل، ها ايش وقت استخدم الضمير الفاعل وايش وقت استخدم ضمير المفعول به، يعني الفرق بين ضمير الفاعل وضمير المفعول به. ضمير الفاعل نستخدمها قبل الفعل الرئيسي، هذا ضمير الفاعل، يعني يجي ضمير الفاعل يلا الفعل، وضمير المفعول به لا بالعكس، ورا الفعل يعني بعد الفعل الرئيسي ويا حرف جر. هنا عندي couldn't، هذا فعل، خليته ضمير فاعل، خليته لين ضمير فاعل. احنا قلنا ضمير الفاعل تستخدم قبل الفعل الرئيسي، هذا ضمير الفاعل هي وهذا الفعل الرئيسي couldn't. زين ليش استخدمته؟ لانه فعل. To أحمد gave his mother and father a present، أحمد أعطى لأمه وأبوه هدية. He gave it to yesterday، يعني أعطاهم هدية وهو أعطاهم لهم، نخلي ذيم. ليش ذيم؟ أولا to عندي قبل هذا حرف جر، أجا قبلها يعني بعدها حرف جر، هذا الفعل gave. هنا عندي هذا الفعل gave، وهنا اجى حرف جر، نخلي them، نخلي them، يعني احنا قلنا الضمير المفعول به تجي قبلها حرف جر ونخلي them. زين 3، I often go to the beach with my sister، انا غالبا اذهب الى ساحل مع اختي. said نور، قالت نور. Like the sea، نحن نحب البحر، نخلي we. ليش خليت we؟ لأن عدي like، يعني ضمير الفاعل اللي هو like. إحنا قلنا ضمير الفاعل يجي قبل الفعل الرئيسي، هذا الضمير وهذا عدي فعل، خليت we. زين الرابعة عدي والخامسة. يقول مسز فاطمة أسكيد مريم كويستشن، السيدة فاطمة سألت مريم سؤال. مريم جيف ا جود أنسر، ومريم يعني أعطتها إجابة، يعني إجابة جيدة. نخلي هير، ليش خليت هير؟ لأن عندي جيف، الجيف هنا ضمير المفعول به، ضمير المفعول به، قلت الضمير المفعول به يجي برا الفعل، يعني هذا الفعل وهذا الهير، خليت ضمير مفعول به، يعني جاء قبلها الجيف، هذا فعل وهذا ضمير المفعول به. 5، جاسم اند حامد وير لات فور سكول، جاسم وحامد تأخروا عن المدرسة. كان يو تيك، هل يعني كان يو تيك، يعني يقول هل يمكن، هل يمكن تاخذ، يعني هل كان يو تيك ان ذا كار، هل يمكن تاخذ تاكسي. جاسم اسكد هيز فادر، جاسم سال ابوه، جاسم سال ابوه، خليت اس. ليش خليت اس؟ لان عندي تيك، تيك هذا الفعل احنا قلنا ضمير المفعول به، الضمير المفعول به قبلها يجي فعل، يعني الضمير المفعول به يجي بعد بعد الفعل الرئيسي. اذا هذا ما دام عندي تيك هنا فعل وهنا ضمير المفعول به نخلي اس.
عيني ايش وقت استخدم اختار ضمير المفعول به، يعني نوبات الضمير، ضمير الفاعل بداية الكلام، ضمير الفاعل بداية الكلام، وضمير المفعول به بعد الفعل، مرات بنهاية الجملة تجي. وبالتوفيق يا ربي.